معلم يلا شوف لوني مال. اليوم 7 سبتمبر 2024 تشهد الجزائر انتخابات رئاسية، وحنا كمؤطرة رانا مجندين لهذا الحدث بهذا المركز بوحميدة محمد حيتنية غردايا، وان شاء الله يكون هذا الحدث ان شاء الله مهم، وان شاء الله يكون اقبال على هذا الحدث اللي يشهد ان شاء الله عرس في الجزائر كاملة ان شاء الله. وفرت الدولة والجهات الوصية في هذه الاستحقاقات الرئاسية لشهر للسابع من سبتمبر 2024 كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الاستحقاق، ونلاحظ اليوم الإقبال معتبر مع انطلاق العملية. إن شاء الله جينا نديروا الواجب تاعنا ونفوتوا نديروا واحد يصلح بينا اللي يصلح لنا بالمجتمع. أنا جينا اليوم باش نأدوا الواجب تاعنا إن شاء الله، وماذا بينا نطلبوا كل الشباب وكل جميع المواطنين باش يشاركوا في الانتخابات هذه. اليوم جينا نعدوا في الواجب تاعنا، ورانا اليوم عندنا عرس هذا الانتخاب، عندنا عرس